أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد لفروض الدورة الثانية، الفرد الأول للدورة الثانية بالنسبة للمستوى الثاني، أشوفوا نموذج للفرد الأول الدورة الثانية مادة التربية الإسلامية للمستوى الثاني أو ما يسمى بفروض المرحلة الثالثة. بالنسبة للنموذج ألقاه كالعادة على شكل PDF في الوصف. إذن قبل ما نبدأ نشكركم على التعليقات الزوينة ديالكم، حنا مستمرين معكم وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق. إذن نبدأ على بركة الله. والسؤال الأول، ولون خانة الجواب الصحيح. أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة النصر بالإنفاق، الاستغفار، التسبيح. إذن أمره في سورة النصر بالاستغفار والتسبيح. إذن سلينا السؤال الأول، ننتقل إلى السؤال الثاني. أصل بخط كل آية بما يليها. إذن حاولوا أصل كل خط بالآية التي تليها. وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ ناعمة. إذن وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. نعم أحسنتم. ننتقل إلى السؤال الموالي، أكتب أربع مخلوقات تدل على عظمة الله تعالى. إذن بالنسبة في سورة الغاشية، إذن كاين السماء، يعني المخلوقات التي تدل على عظمة الله تعالى، السماء، الجبال، الأرض، الإبل، إذن الإنسان، كلها مخلوقات تدل على عظمة الله تعالى. إذن أكتب السماء، إذن الجبال، كاين الأرض، الإبل. نعم. إذن سلينا سؤال، ننتقل إلى أسئلة الاقتداء أو سؤال الاقتداء. ألون كل خانة من خانات السطر الأول مع ما يناسبها من خانات السطر الثاني بنفس اللون. نأخذ اللون الأحمر. إذن شوفوا ألم نشرح لك صدرك. إذن هنا ألم نشرح لك صدرك ما معناها؟ إذن هنا ألم نشرح لك صدرك معناها الرسول المطهر صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن بالنسبة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إذن نأخذ لون آخر. إذن نأخذ لون آخر. إذن نأخذ الأخضر. إذن ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إذن الرسول المبشر به صلى الله عليه وسلم. إذن نأخذ لون آخر. إذن عندنا وإني أعرفه بخاتم النبوءة أسفل من غضروف كتفه. إذن هنا علامة نبوة رسول صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنتم. ننتقل إلى السؤال الموالي، املأ الفراغ بما يناسب. إذن في ركعتين الأولى والثانية من صلاة الظهر أقرأ الفاتحة وسورة قصيرة جهرا أو سرا. إذن بالنسبة لصلاة الظهر هي أربع ركعات سرية. إذن نقرأ الفاتحة وسورة قصيرة سرا. إذن عنا سرا. نعم. صلاة العصر تؤدى مثل صلاة الصبح أم الظهر. إذن صلاة الصبح ركعتان، أما صلاة العصر أربع ركعات، وصلاة الظهر أربع ركعات. إذن صلاة العصر تؤدى مثل صلاة الظهر. إذن نكتب هنا الظهر. نعم. إذن ننتقل إلى الجملة الموالية، في نهاية الركعة الرابعة أجلس للتشهد ثم أقوم أو أسلم. إذن ما تاخدينا صلاة الظهر أو العصر أو العشاء اللي في أربع ركعات، في الركعة الرابعة أتشهد ثم أسلم. إذن الجواب صحيح أسلم. إذن هنا نكتب أسلم. إذن أسلم. نعم. ننتقل إلى السؤال الموالي أو الجملة الموالية، عند بداية الصلاة أرفع يدي إلى كتفي وأقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده. إذن عند بداية الصلاة، إذن هنا أقوم، إذن تكبيرة الإحرام أقوم أرفع يدي إلى كتفي وأقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. إذن هذا سلينا سؤال استجابة.
ننتقل إلى سؤال القسط والحكمة. أضع علامة إكس في الخانة المناسبة. إذن بالنسبة نقرأ الجملة ونحدد السلوك حسن أو سلوك سيء. أطعم الحيوانات وأسقيها ولا أعتدي عليها. عماد يلوث ماء الساقية. مريم تشارك في حملة نظافة قسمها. أساهم في إصلاح أحواض المغروسات في مؤسستي. أكتب على جدران وسور المدرسة. إذن أطعم الحيوانات وأسقيها ولا أعتدي عليها، هذا سلوك حسن. عماد يلوث ماء، إذن هناك لوث المياه والمياه، إذن هذا سلوك سيء. مريم تشارك في حملة نظافة قسمها، سلوك حسن. أساهم في إصلاح أحواض المغروسات في مؤسستي، إذن هذا سلوك تجار إلى آخره، سلوك حسن. أكتب على الجدران وسور المدرسة، هذا سلوك سيء. إذن بالنسبة القسط والحكمة، إذن بالنسبة للسلوكات كنحدد السلوكات حسنة أو السلوكات السيئة. ما معنى السلوك الحسن؟ أي سلوك يفيدني ويفيد الغير، وسلوك سيء يضرني ويضر بالغير. إذن بهذا نكون سلينا التصحيح ديال هذا النموذج. كنتمنى لكم التوفيق وشكرا وإلى اللقاء.